تصفيق أخير للبابا. في قاعة كليمنتينا في القصر الرسولي التقى البابا بنديكت مجمع الكرادلة الذي سينتخب قريبا رئيسا جديدا للكنيسة الكاثوليكية، لكن البعض يشعر بالقلق من بقاء بنديكت في منصبه بابا في الظل. وإلى هؤلاء أرسل بنديكت رسالة واضحة: البابا المستقبلي سيكون منكم أيها الكرادلة، وأنا أعده بالإجلال والطاعة غير المشروطين. هذه هي الرسالة الأهم التي وجهها البابا بنديكت اليوم إلى كرادلته قبل أن يذهب إلى مقره الصيفي كاستيل غاندولفو الواقع في جنوب روما. وهنا يتم إنهاء آخر التجهيزات قبل بضع ساعات من وصول البابا. نقوم باللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال الحبر الأعظم، وهذه الأمور قمنا بها مرارا، لكن هذه المرة بذلنا جهدا أكبر لكي نظهر له مشاعرنا ومحبتنا تجاهه. ويعتزم بنديكت السادس عشر البقاء هنا لشهرين يحتاجهما للتأمل والسكينة. المقر الصيفي للبابا يتميز بطبيعة خلابة، وهو تابع لسفارة الفاتيكان في روما. القصر الرسولي لن يبقى مقر البابا بنديكت، وإنما سيقيم في ماتا إكليزيا أو أم الكنائس التي لا تبعد من القصر الرسولي سوى مئات الأمتار. هنا تجرى أعمال ترميم منذ تشرين الثاني نوفمبر. تحية إجلال أخيرة للحبر الأعظم، وشخصيات بارزة كثيرة أبدت احترامها للبابا الذي حاز مجدداً بتنحيه على محبة كثيرين وتقديرهم.